الأمسية التي أحياها المركز الثقافي اليمني بسفارة بلادنا في العاصمة المصرية القاهرة هدفت إلى استحضار تراث اليمن الذي يمثل مرآة عاكسة لثقافته وتطوره في الزمان والمكان. انبهرنا وانبهر معايا بالتراث اليمني الجميل، كلمات لها معاني أصيلة بتمس القلوب، كمان الأنغام، عازف الناي أبهرنا طبعا، اليوم كان عزف رائع، الفرقة الموسيقية، الأصوات جميعا رائعة وأكثر من رائعة، ومست القلوب في ليلة يمنية رمضانية على أرض مصرية. الفن اليمني بمختلف ألوانه الصنعاني والتهامي واللحجي والحضرمية صدح به كوكبة من الفنانين اليمنيين الشباب عبر مقطوعات متنوعة بأنغام متراقصة وكلمات عذبة وسيمفونية وطنية. ليلة رمضانية فنية عزفت ألحانا يمنية، شنفت الآذان طربا والنفوس شغفا لتبرز الفن اليمني الأصيل. أمين العتيبة، اليمن اليوم، دار الأوبرا المصرية، القاهرة.